اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح لارض الملعب وهنا ابو القاسم ولقاء مع مروان سرحان. اتفضلي هنا. مرحب بك كابتن هيثم من جديد وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات والاول مره على شاشه قناه النادي الاهلي بعد انضمامه للنادي الاهلي اللاعب مروان سرحان. في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزك بقى تكلمني عن شعورك في بعد المشاركه في اول مباراه بارتداء قميص النادي الاهلي. اولا برحب الناس كلها، وطبعا شعور جميل جدا. انا كنت مستني السيزون يبدا وابدا كومبيت مع الشباب مع الفرقه لاول مره، وطبعا حاسس بسعاده يعني وفخر يعني ان انا موجود في النادي الاهلي. طبعا حاجه برضو انا كنت مستنيها بقالي فتره طويله يعني، فالحمد لله ان تميت وان انا موجود مع الفرقه. يمكن الفترة الجاية هيكون في بطولات كتير، يعني بدأت بطولة منطقة القاهرة، آخر هذا الشهر هتبدأ بطولة الأندية، هتستعد ازاي للفترة الجاية؟ هو طبعا احنا بدأنا الإعداد بتاع الفرقة بقالنا حوالي 3 أسابيع، ودي تعتبر الماتشات بتاعت منطقة القاهرة دي جزء من الإعداد بتاع الفرقة للبطولة اللي بعديها اللي هي البطولة العربية. فدي بالنسبة لنا حاجة كويسة ان احنا نكون ان ماتشات المنطقة دي موجودة عشان ما نخشش على بطولة عربية لسه برضو في عناصر ناقصة اللي بتاعت المنتخب والمحترف لسه ما انضموش معانا في التدريبات. فدي فرصة كويسة ان الفرقة تتأقلم كلها على بعض وعلى طريقة اللعب وعلى الخطة الجديدة بتاعت مستر أوجستي. فماتشات طبعا كويسة جدا وهتفيد الفرقة جدا قبل بطولة عربية، احتكاك كويس يعني. يعني طبعا زي ما قلت في بطولات كتيره في الفتره الجايه، عايز اعرف ايه طموحاتك مع النادي الاهلي؟ لا طبعا طموحاتي كبيره قوي، طبعا نفسي اكسب كل البطولات مع النادي الاهلي، سواء بدايه بطوله المنطقه حتى لو بطوله يعني تمهيديه، فطبعا ما فيش حد عايز يخسر طبعا، بعدها بطوله عربيه المرتبطه الكاس الدوري، فكلها طبعا بطولات مهمه، وانا شايف ان احنا مستعدين وان احنا نقدر نحقق اي بطوله نخش فيها، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق البطولات ونسعد الناس والجماهير يعني. في النهايه يا كابتن عايزين من حضرتك كلمه او رساله لكل جماهير النادي الاهلي. انا طبعا بحب اشكر كل الناس اللي رحبت بيا واللي كانت بتدعمني اول ما الخبر بتاع انتقالي وصل، وان شاء الله بوعد الناس كلها ان احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعدهم، وبس اطلب منهم انهم يقفوا جنبنا ويدعمونا زي ما العادي بتاعهم يعني، وان شاء الله يثقوا فينا واحنا هنكون على قد المسؤوليه ان شاء الله يعني. بشكر حضرتك جدا يا كابتن، مبروك الفوز النهارده. شكرا حضرتك. كابتن هيثم، ده كان لقائي مع احدث المنضمين لفريق النادي الاهلي طبعا اللاعب الكبير مروان سرحان. العوده لحضرتك مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم ورسالتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، واحنا كمان يا مروان فرحانين بيك، وانضمامك للنادي الاهلي يعني حاجه اكيد تسعدنا، واللي بيشتري النادي الاهلي احنا بنشتريه يا مروان، واحنا عارفين قد ايه انت ضحيت عشان تنضم للنادي الاهلي، واكيد هتكون ضيفنا في حلقه من الحلقات وهنقول تفاصيل انضمامك وقد ايه انت ضحيت، وصدقني يا ابني اللي بيشتري النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بيشتريه، وكفايه حب جماهير النادي الاهلي ليك ان شاء الله بعد انضمامك، يكفي فرحتك وانت بتصور معانا دلوقتي وبتسجل مع هنا ان انت فرحان بانضمامك للنادي الاهلي، كل ده على راسنا من فوق، وان شاء الله يعني يكلل ده بالبطولات معاك.